اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. واول امبارح وجه الرئيس السيسي كلمه الى الشعب، وكان فيها نقاط كثيره وموضوعات مطروحه على الساحه، وكمان هنتكلم عن مؤتمر كامب ديفيد اللي النهارده بتبدا اول جلساته بين الرئيس اوباما ورؤساء دول الخليج ومندوبي دول الخليج، لان في بعضهم على مستوى ولي العهد. خلونا نتكلم عن نقاط كثيره جدا مع ضيفنا استاذ هاني عماره، مساعد رئيس تحرير الاهرام. اهلا بيك استاذ هاني. صباح الخير. صباح النور. اولا حضرتك شايف كلمه السيسي للشعب ازاي؟ هي الحقيقه يعني بعتبرها هي مجموعه من مش انا بعتبرهاش مجرد كلمه عاديه او حتى خطاب، انا بعتبرها هي مجموعه من الرسائل. رسائل الداخل، رسائل للخارج، رسائل للمحدود الدخل، رسائل لرجال الاعمال، رسائل للسياسيين. يعني اهم ما فيها الحقيقه بتلفت نظري دايما هو بس روح الامل، إضاءة للمستقبل، إعطاء الناس جرعة أو مساحة من الأمل في المستقبل، خاصة لما بركز على المشروعات، لأن المشروعات المستقبل، المشروعات الكبرى، المشروعات العملاقة، لأن مصر الحقيقة في حق يعني في وضع اقتصادي حرج، وبالتالي هنا مهمة رئيس الدولة أن يبث الأمل أو يحيي الأمل لدى هذا الشعب وهذا الوطن. يعني نقدر نقول التواصل مع الشعب ده جزء، لانه اتحررنا منه سنين طويله. صحيح. والتطمين. طيب ايه اهم الموضوعات اللي لفتت نظر حضرتك؟ لا انا عاوز قبل ما اوصل بس الاهم الموضوعات اللي اهم من الكلمه او اهم من الرساله، من الرسائل سميها ان شئت او ما انها، من هذا الخطاب هو المتلقي. المتلقي هو هنا المواطن. المواطن لابد ان، لان هو أنا بعتبر أن رئيس الجمهورية هنا أو رئيس الدولة بيرمي الكرة في ملعب المواطن. علينا أن نتحمل، علينا أن نعمل، علينا أن نجتهد، علينا أن نقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن الآن. يبقى مزيد من العمل، مزيد من الإنتاج، مزيد من الالتزام بالقانون، مزيد من الشفافية، لأن هي دي الروشتة الوحيدة وهي المسار الوحيد علشان البلد تخرج من هذه الأزمة. الجزء الثاني المفروض يعني يتلقى هذه الرسائل بمنتهى اليقظة ومنتهى الاهتمام ومنتهى الجدية الحكومة والجهاز الحكومي. الجهاز الحكومي الحقيقة لازم، يعني أنا دايما أنا بقول المشكلة في مصر دلوقتي هي الفارق السرعات الشديد جدا ما بين رئيس الدولة وما بين الجهاز الإداري أو الجهاز التنفيذي. رئيس الدولة عاوز يقفز مش يمشي حتى ننتقل بالبلاد من وضع المتأزم، الوضع الصعب اقتصاديا، إلى تحقيق طفرات يشعر بها المواطن، وما بين جهاز إداري يعني مترهل، عنده إهمال، عنده نوع من البلادة، عنده نوع من عدم الإحساس بأزمة الوطن. هي دي أعتقد هي الأزمة اللي احنا عايشينها دلوقتي. فارق سرعات ما بين رئيس دولة يريد أن يقفز وينتقل بالوطن نقلات سريعة وعاجلة، بدليل مثلا أنا يعني أنا متخصص في قطاع النقل، مثلا قطاع النقل بقالي سنوات طويلة، لأول مرة أنا أشوف رئيس دولة يتحدث عن إنشاء 3400 كيلو أو رصف 3400 كيلو متر في الطرق في مرة واحدة وفي عام واحد. ده معنى ذلك إن ده راجل شايف إن التنمية في هذا المجال. يعني عمرها مثلا نتكلم عن 100 كيلو طريق مش عارف 200 كيلو، انما 3400 كيلو نفس واحد. نتكلم عن محور تنميه قناه السويس، حتى محور تنميه قناه السويس حتى عشان ما نظلمش المشروع ده، هو عباره عن مشروعين يعني عملاقين في بعض، مش مجرد مشروع. ومشروع عاوزين نفصل مشروع القناه الجديده وهي قناه ازدواج القناه اللي هو هيزود كفاءه وحركه الملاحه في قناه السويس ويقلل انتظار، ومشروع التاني بقى اللي هو الفعل المشروع المستقبل الحقيقي هو مشروع تنمية محور قناة السويس. طيب اسمح لي استاذ هاني، يعني اكيد ما حدش مختلف على انه الرئيس عنده امال كبيرة وعنده طموحات كبيرة جدا لمصر، لكن حضرتك اتكلمت عن المتلقي، الاثنين المتلقين الرئيسيين، الشعب والحكومة. الشعب عنده طبعا ثقة كبيرة في الرئيس السيسي، لكن أداء الحكومة كان في مشاكل كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، وزلت لسان من وزير اضطرته إلى الاستقالة، وعندنا مشاكل حقيقية في الحكومة. حضرتك بتقول إنه فارق السرعات، لكن هنا الموضوع تخطى
فارق السرعات، لانه بيبقى فيه احيانا بعض الاهمال الجسيم في بعض مثلا بعض الاثار، بيبقى فيه مشاكل زي التصريحات المتعارضه مع الثوره تماما واللي ادت الى استقاله مثلا وزير العدل. لنا مشاكل كبيره، فالمشاكل دي بتؤثر على استقبال الناس للامل اللي بيبثه الرئيس، خصوصا انه ما بيحصلش تغييرات حقيقيه في الحكومه. صحيح، انا متفق معاك تماما. وانا يعني انا كنت وانا جاي في الطريق بفكر كده، ايه الفرق بين العبوات الناسفه اللي بيزرعها ارهابي او مجرم او كاره لهذا الوطن عشان يدمر برج او يموت ناس؟ اسمح لي هنا بس اعزي في الاربع شهداء للجيش المصري في العريش امبارح في العبوه الناسفه، يعني هم ابطلوا ست عبوات ناسفه لكن السبعه انفجرت فيهم، فالله يرحمهم ويصبر اهاليهم ويصبرنا كلنا. اشاركك طيبا تقديم هذا العزاء. ومن بقول دايما ايه الفرق بين هذه العبوات الناسفه اللي بتدمر الوطن وتموت الناس وتدمر المنشات، وما بين العبوات الناسفه اللي بتطلع على السنه المسؤول؟ يعني لما مسؤول يسخر من الزبالين ومسؤول تاني تسخر من الصعيدة ووزير تالت يسخر من سيدة بدينة، يعني كل هذه دي بتمثل خصما وبتمثل يعني خصما من رصيد الحكومة، من رصيد الدولة، من رصيد المؤسسة الحاكمة في البلد. إذا على كل مسؤول وزراء، في جزء كبير من عدد كبير من الوزراء الحقيقه يعني على قدر بعيد جدا جدا من المسؤوليه او الاحساس بالمسؤوليه السياسيه. كمان ده بيتناقض مع توجهات الرئيس من الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل اللي هي من اهم اولوياته ومن اهم اولويات الثوره. صحيح، يعني لما تيجي وزيره تقول لك ان الصعيد او اهالي الصعيد هم السبب في العشوائيات والسبب وطالبهم بالعوده تاني. بس برضه في مشكله يا فندم، انه احيانا الاعلام بيساهم في تفاقم الازمه. يعني لما انا قريت التصريحات اللي تخص الموضوع ده بالذات شفت انه المانشيت يختلف عن كلام الوزيره. ما مش عاوزين دايما نظلم الاعلام، الاعلام هو دايما ناقل للي بيقول ما يعني. وبالتالي لما يعني كان في بعض التحوير في التصريحات، معلش، لكن لما الوزير يشوف ان في اعلام او في كلام اتقال ضد اللي هو قاله او اتنقل غلط، عليه ان يخرج ايضا على الاعلام ويصحح هذا. لكن بنا يعني لما الست الوزيره او السيده الوزيره اللي قالت حملت اهالي الصعيد مساله العشوائيات، هي يعني ليه ما قالتش بقى ايه السبب في نزوح هذه الملايين من الجنوب الى الشمال؟ هناك ما فيش تنميه في الصعيد، في مواطنهم بالظبط، ما فيش تنميه. الناس يعني الناس هتعيش ازاي؟ يعني يعني مضطرا ان هو يعني يهاجر الى الدلتا والى القاهره والى مدن القناه بحثا عن الرزق وبحثا عن الحياه الكريمه، لان الصعيد اهمل لسنوات طويله، ما فيش تنميه، ما فيش صناعه، ما فيش زراعه، ما فيش مؤسسات صناعيه. مع العلم يعني انت لما بعد انا واسوان وتصل الى مثلا حدود ارقين على الحدود المصريه السودانيه، هذه المسافه تتجاوز 300 كيلو متر، يعني مسافه تساوي بالضبط من القاهره الى الاسكندريه. هذه المنطقه مليئه، وانا بقول مليئه لان انا زرت هذه المنطقه قريبا في تفقد لميناء ارقين اللي بيتم تجهيزه او بيتم بناؤه دلوقتي على الحدود بين مصر والسودان، اللي هو هيكون لاول مره في التاريخ تركب عربيتك من اسكندريه توصل لكيب تاون في جنوب افريقيا، طريق تمل ما بين مصر والسودان، توصل السودان منها الى الجنوب، منها الى اثيوبيا، الى دول حوض النيل، وصولا الى جنوب افريقيا. دي لاول مره هذه المنطقه واعده جدا، اراضي مستويه، ميه موجوده، خامات، صناعه. افتتاح المعبر كمان مع السودان ده كان شيء مهم. طبعا ده معبر تاني، ده فيه معبر اللي هو افتتحه رئيس الوزراء ونائب الرئيس السوداني من فتره، اسمه اللي هو قسطة الأشكيد. ده معبر، في معبر ده شرق النيل، في معبر غرب النيل بقى اللي هو البر المباشر، لان ده بيعدي البحيره. يعني انت بتركب من ابو سمبل عباره زي قناه السويس كده، الاتوبيسات والعربيات بتركب وتعدي الى الناحيه الثانيه من البحيره، الى قسطة، الى أشكيد السوداني. انما ارقين بيتميز ان هو بري مباشر، لا بتعبر بحيره ولا
بتركب مركب او الكلام ده. وحقيقي كل الاتجاهات دي والمشاريع الاستراتيجيه بالشكل ده بتبين انه الرئيس فعلا عنده مشاريع مهمه جدا. فندم هذه المنطقه ممكن تكون ظهير تنموي يستوعب ملايين، عشرات الملايين، عشرات الملايين. طيب خلينا بس نتكلم عن اهم النقاط او الرسائل اللي حضرتك شفتها في كلمه السيد الرئيس. يعني اهم الرسائل اللي هي يعني اللي لفت نظري الجانب اللي يتعلق بالمواطن، اعطاء جرعه الامل، يعني اللي هو دايما انا الحقيقه عينه على المواطن، عينه على المواطن البسيط اللي هو عاوز يعني حاسس بيه. انا بحس ان هو حاسس بالمواطن، بس يعني هو بيتمنى او نفس المواطن ده يتحمل هذه الفتره الصعبه، وان احنا نعمل الحقيقه دي دايما الخط المشترك في اكيد في. بس كان في رسائل اخرى، كان في رسائل للخارج، كان في رسائل مختلفه. يعني رسائل الخارج طبعا يعني مفهوم ان مصر طبعا الحقيقه برضو رسائل الخارج هنا مهمه، مثلا زياراته لاوروبا وزياراته للصين وزياراته لروسيا. الحقيقه لازم هنا نتوقف يعني كثيرا جدا، وقفة متأملة جدا، ولازم نحط خطوط كثيرة جدا تحت أداء مؤسسة الخارجية المصرية، لأنها في الشهور الأخيرة قدرت يعني تغير مفاهيم كثيرة جدا عن الوضع السياسي في مصر. يعني أنا سافرت دول وكان موقف هذه الدول تجاه مصر موقف يعني ليس على ما يرام، موقف غير جيد، الرؤية السياسية غير فيها ضبابية، في كان في برضو تحفظ من الوضع الجديد من مصر بعد 30 يونيو. الحقيقة مؤسسة الخارجية المصرية على مدار الأشهر الماضية قدرت تعمل تغير شديد جدا في مجموعة من يعني إنشاء التعبير، نقول أو إنشاء إن كان التعبير دقيق، يعني التكتلات الدولية على مستوى مثلا الاتحاد الإفريقي. كان عندنا مشكله مع الاتحاد الافريقي، تمكنت او تمكن اداء الخارجيه من حل هذه المشكله. الاتحاد الاوروبي، روسيا، الصين، يعني الحقيقه كل هذه السياسه الخارجيه المصريه بشكل عام واضح جدا للناس كلها، للمواطنين كلهم، مع ان لان ده على فكره هو المفتاح الرئيسي لتحقيق التوازن، لان العلاقات سياسيه خارجية متوازنة جيدة معناها سياحة، معناها استثمار، معناها علاقات في المؤسسات الدولية زي الأمم المتحدة، مجلس الأمن. فده الحقيقة من الملفات المهمة جدا، يمكن اللي هو أشار إليها زياراته المتكررة لأوروبا، لأن هو أعتقد زيارات الرئيس يعني بتركز على محورين أساسيين، محور سياسي اللي هو طرح رؤية مصر للمرحلة القادمة، التركيز على أهمية دور مصر في المنطقة، الدور الإقليمي والدور المحوري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والتوازن، لأن بديهيا يعني كل العالم كله يعلم ذلك، شئنا ما أبينا. هنقول يعني دون أن احنا يعني مصريين أو بنحابي مصر، مصر هي رمانة الميزان في لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خصوصا مع انتشار الإرهاب طبعا. صحيح. ومشاكله يعني أي في اضطراب كلها. أي اضطراب في هذه الدولة تأكد أنه سينتقل مباشرة إلى كل المنطقة، وبالتالي هنا العالم حريص جدا على أنه برضو أنه يحافظ على استقرار مصر. الجزء الثاني هو العمل على جذب الاستثمارات، وهنلاقي دايما في كل جولة من جولات الرئيس يصطحب مجموعة من الوزراء المعنيين لتوقيع اتفاقيات في مجال الاستثمار، في مجال الاقتصاد. ولسه يعني رئيس الوزراء كان بيوقع امبارح اتفاقيات في فرنسا في قصر الإليزيه، يعني مع الرئيس الفرنسي. هي دي استكمال للزياره اللي كان قام بها الرئيس قبل شهور لفرنسا، يعني هي لان في الحقيقه برضه لازم، لان في مساحه واسعه من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، مثلا يعني في مشروعات مثلا المترو، فرنسا قايمه بدور كبير جدا في مشروع الخط الثالث اللي هو بيبدا من مصر الجديده الى مدينه السلام، بداوا فيه واخده مشروعات ثانيه في مثلا في الشركات المحمول، برضو شركه فرنسيه، شركه الدوله الفرنسيه، وفي كلام عن الاقمار الصناعيه كمان، اقمار صناعيه. طيب. وفي عن مترو الاسكندريه، برضو في ترام الاسكندريه، يعني في طيف كبير جدا من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. طيب وعلى المستوى الداخلي اشار لمكافحه الفساد، حضرتك شفت ده ازاي؟ مكافحة الفساد الحقيقة انا يعني من وجهة نظري، يعني
اللي هو أخطر من الفساد ألف مرة هو الإرهاب، هو الإهمال. لأني أنا الذي يعني يصل إلى مرتبة الفساد. نعم، الإهمال الذي يصل إلى مرتبة الفساد بالضبط كده. لأني أنا يعني أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة. لو أنا جاي حضرتك موظف عفوا، وأنا جاي لك بطلب عشان أنهي أو أضيع الكلام ده، لو أنت ما عملتوش دي، أنا في تقديري قل عن ألف مرة من اللي يعمله، من اللي يعمله ياخد رشوة. لأن أنت هنا القضية مش في الفساد بس فقط المالي أو الرشوة أو الفساد، الفساد الإداري هو رأس الحية في هذه البلاد، المعطل مصالح الناس وبالتالي مصالح الدولة طبعا. وبعدين وأنا رأيي أن الحاجة المفروض تتعمل في دقيقة، لازم تتعمل في دقيقة، ما تتعملش في ساعة. احنا ما عندناش طرف الوقت رئيس الدولة. دي مشكلة الوقت، دي مشكلة طبعا. يعني أنا يعني أنا في تعبير دايما كده رئيس الدولة يعني قالها كده مرة في خطاب بانفعال، قال ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. وفعلا ما عندناش وقت ولا نمشي ولا نجري، احنا عايزين نقفز. يعني اذا كنا عاوزين نلاحق العالم اللي سبقنا، مش محتاجين نمشي ولا محتاجين نجري، بل محتاجين نقفز قفزات هائلة جدا حتى نلحق بالعالم. وده في اوجه كثيرة، في اوجه كثيرة جدا في الدولة. لكن من الحاجات اللي الرئيس بيركز عليها دايما الخطاب الديني و نشر الفكر الصحيح للدين. ليه ده ما بيحصلش بالسرعة المطلوبة، وليه دايما في جدل في الموضوع ده؟ الحقيقة الخطاب الديني يعني الخطاب الديني يعني عشان بس نوسع زوم الكاميرا شوية ونشوف، الخطاب الديني هو جزء من المنظومة الثقافية للمجتمع. الخطاب الديني ما تقدرش تفصله عن الخطاب التعليم، عن التعليم ما تقدرش تفصله عن الثقافة العامة، ما تقدرش تفصله عن حتى عن السياسة. يبقى دي عشان تتكلم عن الخطاب الديني لازم تتكلم على هذه المنظومة مرة واحدة. يعني الخطاب الديني الحقيقة طب دي ما بتمش الحديث عن الجوانب الأخرى اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. ما هو لا يعني ال هو إيه يعني أرجع دايما للناس الأكثر ثقافة، هتلاقيهم الأكثر تسامحا، الأكثر وعيا، الأكثر إدراكا، الأكثر اتزانا. إذا كل ما بترتقي بالثقافة مش هتلاقي بقى الجنوح إلى مسألة التطرف أو الشذوذ في التفكير. الجزء الثاني برضو في جزء في مسألة الإرهاب ومسألة الخطاب الديني المتزمت أو المتطرف جزء اقتصادي. الحقيقة هتلاقي برضو معظم الأفكار المتطرفة أو معظم الأفكار هذه المتزمتة أو المتشددة هتظهر في المناطق اللي لها الطبقات الفقيرة، طبقات المهمشة، المناطق العشوائية ديت. وبالتالي لما دايما رئيس الجمهورية يقول لك احنا بنعالج الموضوع بشكل منظومة اقتصادية أمنية ثقافية، اذا بعدين الخطاب الديني الحقيقة يعني الواحد بس الفترة انا 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 يعني انا مش مفتي ولا 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 عالم دين، لكن عاوز اقول ان يعني القرآن فيه من التسامح يعني يكفي آية واحدة. يعني إيه اللي ربنا بيقول؟ لقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. اللي هو إيه؟ البني آدم دون الكلام عن انتمائه أو ديانته أو اتجاهاته. إذن الأصل في الإنسان، ربنا كرم الإنسان. بس الملاحظة يا فندم أنه في الفترة الأخيرة الناس اللي حاولت تجدد تتكلم في تجديد الخطاب الديني أو تناقش المفاهيم المغلوطة حصل عليها هجوم شديد جدا في وسائل الإعلام، سواء من الإعلاميين أو من يعني اللي بيدعونا إلى التنوير وإلى التسامح زي ما حضرتك بتقول. حصل عليهم هجوم جامد جدا. كويس أن حضرتك كلمت. ليه بقى؟ كويس، لأن في فرق بين أنت المتخصص يتحدث في مسألة تصويب الخطاب الديني، وفي غير المتخصص اللي هو ممكن يعني يهدر الثوابت. في ثوابت في النهاية، في ثوابت في النهاية. انت بتكلم على المجتمع المصري مش مجتمع يعني حديث، مجتمع راسخ، مجتمع قديم، مجتمع يعني متوارث العادات، متوارث التقاليد. فأي اهتزاز للثوابت ممكن يعني يأتي بالعكس أو يأتي بنتائج عكسية. إذن على المتخصصين
وبرضو يعني الحقيقة في مسألة الخطاب الديني لا يجب أن نستخدم لغة عنيفة أو لغة صادمة للمجتمع. لابد أن المتخصصين الناس أهل العلم وأهل الخبرة وأهل زي بيقولوا اسألوا أهل العلم أهل الذكر، هم اللي يعني يتولوا أو يكونوا هم المنوط بيهم تجديد هذا الخطاب. حضرتك بتشوف ان مش في مشكله، او يعني هل في مشكله لتضارب الاراء حتى بالنسبه للمتخصصين؟ يعني بيبقى في تضارب في الاراء ما بين المتخصصين، وبنشوف ده على الشاشات كتير. ما هو يعني زي بيقول حتى المتخصصين مختلفين ما بينهم. أيوة في أيوة نقاط كثيره يا سيدي، الاختلاف زي بيقول اختلاف رحمه، الاختلاف رحمه، لان تخيل لو كل الناس على راي واحد او على مذهب واحد. ولكن هناك انا عاوز افرق ما بين الثوابت اللي المفروض خلاص في ثوابت، هذا تلفزيون وهذه الترابيزه ما مش مختلفين عليها، لكن نختلف بقى في الاجتهادات ديت تكون من يعني من صلاحيه العلماء ومن ساحه العلماء. يعني علشان احنا، لان انت ممكن تيجي تتكلم على الخطاب الديني في مجتمع، خلي بالك برضو احنا مشكلتنا احنا مجتمع محافظ، المجتمع المحافظ برضو لازم او دايما يعني علماء الاجتماع يصنفوا مجتمع زي المجتمع المصري مجتمع بطيء النمو. المجتمعات الزراعيه بشكل عام هي مجتمعات بطيئه النمو. بس احنا عندنا المشكله انه الخلافات كمان متخطيه المرحله دي لخلافات ما بين الاحزاب وقانون الانتخابات اللي تاني مره اهو بيتعدل واختلاف يعني وده اللي ادى ان الانتخابات اتاجلت كذا مره. بتستفزني بالموضوع لان انا واحد فعلا من اكثر المستفزين من اللجنه المختصه باعداد قوانين الانتخابات. وعاوز اقول لك ان قبل ما يطعن بعدم دستوريه القوانين اللي هي بتعاد تاني صياغتها وبيعاد تعديلها، كم من القانونيين وكم من فقهاء القانون وكم من السياسيين حذروا، وانا يعني رجل صحفي في الجورنال في صحيفه الاهرام وناس متخصصين في القانون وفي الدستور حذروا من ان هذه القوانين بهذه المواد وهذه الصياغه هيطعن عليها وعمل بعدم الدستور. والمشكله انه الرئيس قال كذا مره تتعمل في وقت كذا ويحصل مشاكل. ما انا عاوز اجي لك بقى للحته دي، هيطعن عليها بعدم الدستوريه، وبالتالي بالفعل طعن عليها بعدم الدستوريه، وكانت النتيجه ايه؟ ان انت اضطريت ان انت تربك المشهد السياسي، ان انت تضع رئيس الدولة في مشكلة، تضع الدولة نفسها في مشكلة، لأن أنت عندك خريطة طريق، عندك جدول زمن عاوز تنهيه، عاوز تنتقل بالتشريع من لدى الرئيس. الموضوع وصل يا فندم لأنه البعض قال إنها مقصودة. لما هي المقصودة دي هنا تبقى كارثة، تبقى مصيبة. وبالتالي أنا مستغرب إزاي هذه اللجنة، إزاي لم يحقق معها، لم تراجع تشكيلات اللجنة، لم تحاسب على الورطه التي حطت يعني ايه التي وضعت فيها الدوله بالكامل، دوله ونظاما وحكومه، وحطت الجميع في مأزق، وبالتالي بتضرب مصداقيه الدوله. وبعدين العالم بيبص لك بره، ان ما كانش عندك برلمان يعني لو في اتفاقيات دوليه مين اللي هيصادق عليها؟ لو في قروض مين اللي هيصادق عليها؟ اذا العالم ما لازم يكون عندك المؤسسات الدوله كلها مكتمله تنفيذية وتشريعية وقضائية. احنا عندنا المؤسسة التشريعية ما زالت في خبركان وفقا للنظام هل القوانين اللي بيعدوها ديت او القوانين اللي بيتم تعديلها دلوقتي او المواد اللي بيتم تعديلها هل هي برضو ممكن يطعن عليها بعدم الدستورية؟ المسألة يعني الحقيقة يعني انا حضرتك فتحت ملف لوحده عاوز حلقه، لان احنا اكيد دينا كلام هنكمل لأن فعلا انا واحد من مستفز جدا من ازاي بقى احنا دوله عريقه، ده احنا عندنا فقهاء قانون حطوا دساتير لدول وعملوا قوانين لدول، مش عارفين نعمل قانون للانتخابات لا يطعن عليه بعدم الدستوريه. اكيد هنكمل كلامنا مره ثانيه. بشكرك جدا استاذ هاني عماره مساعد رئيس تحرير الاهرام، بشكرك جدا يا فندم نورتنا. انا بشكرك يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا، وطبعا كلمات السيد الرئيس بنقعد نسمعها بكل انصات ودايما بيعطينا امل في المستقبل، لكن يا سيادة الرئيس عندنا مشاكل نرجو حضرتك تنظر لها بعين الاعتبار لانه بتعوق تقدم الدولة. نشوفكم بعد الفاصل.